مقتل ضابط من قوات نظام في اشتباكات على حاجز المخابرات بالقرب من الكرك بريف درعا. يصل لراتب موظف لمدة 40 عاما في سوريا. بشار الأسد يصدر مرسوما حول قيمة البدل النقدي للخدمة العسكرية. بعد فوز جو بايدن، أكاديمي في معهد الشرق يتحدث عن خطوات لتصحيح المسار الأمريكي في سوريا. نشرة أخبار المنتصف من حلب اليوم، أهلا بكم. أفاد مراسل حلب اليوم بأن القيادي السابق في فصائل المعارضة هشام الغراني قتل في بلدة الشجرة بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعد أن أطلق مسلحان يستقلان دراجة نارية النار عليه أمام منزله. وفي السياق، قتل المقدم في قوات نظام سرحان حسن عثمان نتيجة اشتباكات على حاجز للمخابرات الجوية بالقرب من بلدة الكرك الشرقي في ريف درعا الشرقي. وينحدر سرحان من مدينة جبلة في محافظة اللاذقية، وسبق أن شارك في المعارك في غوطة دمشق الشرقية وارتكب فيها عشرات الجرائم بحق المدنيين بحسب المراسل. استهدفت قوات نظام أمس الأحد منازل المدنيين بقذائف المدفعية بعد اشتباكات بين عناصر النظام وعناصر سابقين في فصائل المعارضة بحسب ما ذكر مراسل حلب اليوم. وأضاف مراسلنا أن قوات نظام المتمركزة داخل فرع المخابرات الجوية قصفت منازل المدنيين في حي طريق السد بمدينة درعا بثلاث قذائف هاون بعد أن شهد الحي اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف الطرفين. من جانب آخر، أعلن عناصر من المصالحات عن أسر ضابطين وعشر عناصر من الفرقة الرابعة التابعة للنظام بعد سيطرتهم على حاجز مساكن جلين في ريف درعا الغربي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد ياسر رحيل، كاتب وصحفي من إسطنبول. أهلا وسهلا بكم سيد ياسر. بداية، وباعتقادك، هل الوضع في درعا مرشح نحو مزيد من التصعيد، وخاصة بعد الأحداث التي شهدتها درعا البلد وشهدتها منطقة الحراك قبل أيام؟ نعم، بداية تحية لك وللسادة المشاهدين جميعا. أهلا بك. يعني للأسف الأوضاع يعني الآن الأمنية يعني متردية بشكل كبير في جنوب سوريا وبالأخص محافظة درعا ومحيط درعا البلد. يعني كما تفضلت قبل قليل، محاولة اقتحام من الفرقة الرابعة يعني المقربة من إيران لأحياء درعا البلد بحجة وجود مستودعات وعناصر داعش، وهذه يعني دائما التهمة ما تقوم فيها الفرقة الرابعة وقوات النظام لاقتحام أي بلدة أو مدينة. يجب الإشارة إلى شيء مهم وهو النقطة المحورية، أن درعا البلد هي من المدن أو البلدات أو المدن القلائل في المحافظة. عندما تم الاتفاق في 2018 لم يخرج ثوارها، إنما بقوا في داخلها يحملون بعض الأسلحة الخفيفة ولا يدخل قوات النظام إليها بشكل كامل، وهذا ضمن اتفاق تسوية مع الجانب الروسي. الآن بعد اغتيال أدهم الأكراد، يعني للأسف خسر أبناء المنطقة والثوار الموجودين أو الثوار السابقين أبرز القيادين، فتحاول الفرقة الرابعة يعني وميليشيات إيران وقوات النظام زعزعة الأمن، ويعني كما نحكيها بالعميد إجراء إرباكة كبيرة للعناصر الموجودين من أجل إخضاعهم لتسوية جديدة. هذا بحسب يعني ناشطون ومصادر يعني قالت أن الفرقة الرابعة تريد من هذه العمليات إخضاع المنطقة لتسوية جديدة، إدخال قوات النظام ويعني نشر المزيد من عناصر الفرقة الرابعة الموالية لإيران، كما هو الحال في مناطق الريف الغربي التي تسيطر عليها بشكل كبير الفرقة الرابعة، وتريد أن تتمدد من درعا البلد التي تفصل المنطقة الشرقية بالغربية باتجاه الشرق ومعبر نصيب وغيرها من المدن. وكانت الخطوة الأولى هي درعا البلد، كونها حتى لهذه اللحظة لا تزال تحت سيطرة عناصر المعارضة السابقين، وهو ما تريده الآن. بالنسبة للأهالي، بكل تأكيد للأسف تم اعتقال من في حملة المداهمات عناصر لا يعني لا علاقة لهم بأي شيء. طيب، بحجة داعشنا. كما أصيب عدد من المدنيين في القصف،
ويعني كما تفضل تقريركم يعني جرت اشتباكات يعني وصلت إلى عنيفة في وقت من الأوقات في المحافظة. نعم يعني سيد ياسر، في ظل كل ما تفضلت به حضرتك وشرحته، هل سيتجه الموضوع في الجنوب السوري إلى تصعيد أكبر، إلى انتفاضة جديدة ربما في الجنوب، أم إن هذا الأمر مستبعد حاليا؟ يعني في نقطة مهمة، المظاهرات الشعبية والرد الشعبي إن كان، أو الحراك الشعبي كما يسمى، إن كان على صعيد المظاهرات السلمية أو حتى على الصعيد العسكري، دائما يتوازى مع ردات فعل النظام أو عمليات النظام، ويكون رد فعل مباشر. يعني رأينا في أثناء اعتقالات وبعد 2018 والنقاط التي تم الاتفاق عليها هي إخراج المعتقلين، فرأينا عشرات المظاهرات ومئات المظاهرات التي خرجت تطالب بإخراج المعتقلين، كما طالبت بطرد إيران، وهي كانت أبرز النقاط أيضا إبعاد إيران عن الجنوب. أيضا الحراك العسكري الذي شاهدناه في اليومين الماضيين ليس الأول، كان هناك أكثر من عملية للثوار في المنطقة ردا على الفرقة الرابعة وقوات النظام في حال تمادت ويعني واستفزت المدنيين بطريقة عسكرية، يكون الرد عسكري نعم. مباشر. لذلك بكل تأكيد في حال صعب النظام رأينا ردة فعل نعم. أمس كيف كانت في عموم المحافظة شرقا وغربا، لذلك الأمر الآن بيد النظام وروسيا. روسيا يعني كما تعلم الآن تقف متفرجة على ما حدث في الجنوب. نعم وصلت الفكرة. أشكرك نعم. جزيل الشكر سيد ياسر رحيل، كاتب وصحفي، كنت معنا من إسطنبول، شكرا لك. نفى المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة وين مروتو في تغريدة له على تويتر أنباء تحدثت عن مقتل 4 جنود أمريكيين في سوريا، واصفا الخبر بأنه زائف. وكانت وكالة الأنباء سانا التابعة للنظام ذكرت أن 4 جنود أمريكيين قتلوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت أليتهم في ريف بلدة مركدة على طريق الحسكة دير الزور شمال شرق سوريا. أصدر رأس النظام بشار الأسد مرسوما تشريعيا حدد فيه مبالغ البدل النقدي للخدمة العسكرية للسوريين وأصحاب الخدمات الثابتة خارج البلاد وداخلها. عندما تعطيك الدولة مرتبك بالعملة المحلية المنهارة وتأخذ منك بدل الخدمة العسكرية بالدولار الأمريكي، فاعلم أنك في سوريا الأسد التي لطالما تغنت بليرتنا عزتنا. مرسوم جديد يصدره رئيس النظام بشار الأسد يخص قانون دفع البدل عن الخدمة العسكرية، حيث يحق للمقيم خارج البلاد ل4 سنوات وأكثر أن يدفع مبلغ 7000 دولار أمريكي بدل الالتحاق بالخدمة الإلزامية، فيما يدفع المقيم خارج البلاد لمدة 3 سنوات 8000 دولار أمريكي، والمقيم لسنتين سيدفع 9000 دولار، فيما سيدفع المقيم لسنة واحدة مبلغ 10000 دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 25 مليون ليرة سورية، وهو مبلغ يعادل راتب موظف في سوريا لمدة تزيد عن 40 عاما. وبحسب القانون الجديد يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره 3000 دولار أمريكي، كما يحق لكافة الطيارين العاملين في الخطوط الجوية السورية دفع مبلغ 15000 دولار أمريكي كبدل عن الخدمة الإلزامية. لم يقف الأمر هنا، فالمرسوم الجديد يفرض مبلغ 200 دولار أمريكي كغرامة عن كل عام للمطلوبين الذين زادت مدة إقامتهم خارج البلاد عن 5 أعوام دون دفع البدل. المرسوم الجديد يعكس ربما الوضع الاقتصادي السيء للنظام الذي بات يبحث عن كل دولار في جيوب السوريين داخل وخارج البلاد، وعلى مبدأ شهد شاهد من أهلها، فقد ألمح وزير المالية في حكومة النظام إلى أن تطبيق قرار البدل الداخلي جاء بسبب العجز الكبير في الموازنة العامة.
مرسوم لاقى كغيره من المراسيم السابقة موجة واسعة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الموالية للنظام، لعل من أبرزها تلك التي تساءلت إن كان هناك عاقل يمكن له أن يدفع كل هذه الدولارات ليأتي من الخارج ويعيش في بلد يشكو من شح المياه والكهرباء ويقف على طوابير الخبز والمحروقات لساعات وربما لأيام. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. على أمل تلقيه العلاج، طفل سوري حرمته الإصابة من عينه اللعب مع أصدقائه بأحد مخيمات إدلب. أهلا بكم. اعتبر مدير قسم مكافحة الإرهاب بمعهد الشرق الأوسط للدراسات تشارلز ليستر أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية التركيز على اعتماد الاستراتيجية الشاملة على مستوى سوريا بأكملها، والتي تمنح الأولوية لخمسة خطوط سياسية تتسم بالتكامل والترابط. وقال ليستر في مقال بصحيفة الشرق الأوسط إن تلك الخطوات تتمثل بهزيمة تنظيم الدولة والمحافظة على بقاء قسد وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق عبر الحدود الشمالية السورية والمحافظة على حزمة العقوبات المستهدفة باعتبارها أداة من الأدوات الرامية إلى الحد من جرائم النظام. وأضاف ليستر أن الخطوة الرابعة تتضمن الدعم الدبلوماسي لقرار وقف إطلاق النار في إدلب. أما الخطوة الخامسة فتتمثل بتعزيز العمل الدبلوماسي بصفته الثنائية مع الجانب الروسي وبصفته المتعددة مع الأطراف الخارجية الأخرى من خلال الأمم المتحدة بغية التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية لسوريا. قالت وكالة أنباء الإمارات ومن قافلة برية وصلت العاصمة السورية دمشق تحمل مساعدات طبية إماراتية مقدمة لنظام الأسد للحد من تفشي فيروس كورونا. وأضافت الوكالة أن المساعدات تشمل 22 طنا من الأدوية والمواد الطبية سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السورية، مضيفة أن آلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية في سوريا سيستفيدون من المساعدات بحسب الوكالة. وجه أهالي مخيم الركبان نداءات استغاثة للجمعيات الخيرية والأمم المتحدة نتيجة الظروف المأساوية التي يعيشها أهل المخيم مع قدوم فصل الشتاء. ونقل موقع نداء الفرات عن إحدى النساء القاطنات في المخيم أن النساء يفتقدن لمادة حليب الأطفال بالإضافة إلى انعدام وجود الخضروات والمواد الغذائية الأساسية لتأمين معيشة السكان. وأشار الموقع إلى أنه يمارس على أهالي المخيم البالغ عددهم قرابة 40,000 نسمة ضغوطات من قبل روسيا وقوات نظام، حيث منع وصول المساعدات الإنسانية إليه، كما طالب الروس في المحافل الدولية بإجلاء أهالي المخيم.
طفل سوري من عائلة نازحة في أحد مخيمات إدلب أصيبت إحدى عينيه أثناء لعبه في المخيم، إصابة تركت أثرا نفسيا عليه وعلى عائلته التي تعجز عن معالجتها. المزيد في هذا التقرير. يخفي أحمد ألوانا من الألم خلف ضحكته البيضاء. أصيبت عين أحمد أثناء لعبه في إحدى مخيمات النازحين في أرمناز بريف إدلب. يخطط أحمد للعودة للمدرسة واللعب مع أصدقائه فيما لو حصل على علاج لعينه بعد عزوف أبناء جيله عن اللعب معه، الأمر الذي انعكس سلبا على حالته النفسية. أنا اسمي أحمد، أتمنى أن تطيب عيني، تصابت بالمخيم، أريد الطيب ويروح المدرسة ويلعبوا يا رفقاتي. أحمد الموسى ابن عائلة نازحة في مخيم. تعمل أسرة أحمد على وقاية عينه وتغطيته دائما خوفا عليه من التعرض إلى أذى يمكن أن يتفاقم ويضاعف من مشكلة عينه. أحمد يحتاج إلى عملية جراحية لكي يبصر، لكن تكلفتها تفوق قدرة العائلة على تأمينها، ما يجعلها حائرة عاجزة على أمل أن يحصل أحمد في القريب العاجل على علاج يعيد له بصره ليستعيد حياته الطبيعية كباقي الأطفال. أحمد صاب ضربة على عينه من شي سنة، وخدنا على دكتور أكثر من دكتور، وكلهم نصحونا بعملية، والعملية مكلفة. نتمنى من الله أنه حد يساعدني يعني بعملية أحمد، وقبل عايش حياته الطبيعية، الحظ لا يخالط حدا، لا يلعب ويا الأولاد. حياته صعبة صارت يعني، على طول تلقاه منعزل وقاعد وحده بالبيت، حتى يعني مع أخواته ومع رفقاته هيش ما يلعب، على المدرسة ما يروح، يعني صفى منعزل تماما. وأمنا من الله أن الله يشفي له عينه، ما أريد شيء من الحياة خالص. أحمد قصة من الألم يحاول إيجاد بصيص أمل لينتقل من حياة الظلام إلى حياة النور، وهو بحاجة إلى من يمده بالقوة والأمل. حاله كحال الكثير من السوريين، وهناك قصص ألم كثيرة لدى السوريين. بشار الفارس، حلب اليوم، ريف إدلب. أعلن الهلال الأحمر القطري عن تنفيذه لأنشطة مشروع لإقامة العيادات النفسية المتنقلة في الشمال السوري بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، والذي يأتي دعما لجهود الاستجابة لجائحة فيروس كورونا. وأضاف الهلال القطري أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي المتكاملة وذات الجودة الثقافية المناسبة بشكل فوري وعاجل للنازحين والمهجرين الداخليين، مضيفا أن المشروع يغطي 15 منطقة في شمال غرب سوريا من المناطق التي يصعب على قاطنيها الوصول إلى مراكز الصحة النفسية. أقيمت فعالية للأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في معرة مصريين بريف إدلب الشمالي، وذلك بغية تعزيز ثقتهم بأنفسهم وزيادة تواصلهم مع الآخرين. المزيد في التقرير التالي. فرحتهم ثمار عطائكم، عنوان فعالية خصصت للأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بغية تعزيز ثقتهم بأنفسهم وزيادة تواصلهم مع الآخرين. الفعالية التي أقيمت في مدينة معرة مصرين نظمتها جمعية الأمل وفريق سما بالتعاون مع منظمة شفق، شهدت حضورا كبيرا وتخللها فقرات شعرية ومسرحية هادفة. الأطفال الذين قاموا بالمسرحية وهذه الفعالية عددهم ما يقارب 30 طالب وطالبة من الأيتام تابعين لروضة الأمل في جمعية الأمل الخيري ولفريق سما التطوعي. قمنا في هذه العملية من أجل إفراح الأطفال كفعالية وكنشاط، وهم ما يقومون بهذا النشاط وهذا العمل. الأرنب النظيف أحد العروض المسرحية التي قدمها الأطفال خلال الفعالية. سعى كاتب المسرحية ومخرجها إلى تعزيز فكرة النظافة الشخصية لدى الأطفال ودورها في تقوية الجسد وكسب احترام الناس ومحبتهم، كما قدم الأطفال فقرة قصيرة عن وباء كورونا ومخاطره. أنا جهزت مسرحية للنظافة والاحترام للأشخاص الأكبر سنا أو الموجودين في المجتمع،
عن دور الأرنب الذي نظف نفسه وجاز حاله وبدأ العالم يحترمونه ويحبونه. هذه المسرحية أنا أسستها كتابيا وإخراجيا أنا ومحمد عيسى ومعي زميل عمر جعجاب. قصائد شعرية وأناشيد من رحم الثورة رددها الأطفال الأيتام تأكيدا على مضيهم في دربها، كما اختتم القائمون الفعالية بتوزيع الهدايا للأطفال علها تعوضهم جزءا من حنان آبائهم. حفلات توعوية وأخرى ترفيهية سعى القائمون من خلالها إلى التخفيف من معاناة عشرات الأطفال من الأيتام والمعاقين شاركوا في هذه الفعالية من داخل مدينة معالق مصر بريف الدير الشمالي. منصور صبرا، حلب اليوم. تزايدت حركة البناء المخالف للقوانين في مدينة الحسكة ما شكل ضغطا على البنية التحتية للمدينة. ما بين ارتفاع الطلب على السكن ومضار البناء الكثيف تشهد محافظة الحسكة فوضى في حركة البناء العمراني. تزايد وتيرة البناء الجديد خلال السنة الفائتة في مدينة الحسكة بات ملحوظا بكثافة في معظم شوارع المدينة، مدينة يشتكي سكانها من الاستثمارات العقارية الغير ملتزمة بالقوانين في ظل غياب للرقابة والمحاسبة في بعض الشوارع. بالنسبة للبناء يعني مثل ما تقول الشارع ضيق، عم يعمروا كمان 4-5 طوابق الجار للجار، عم يشوف بعضهم من الشباك. كمان لشيء ثاني بالنسبة للصرف الصحي، عجب بكرة الصرف الصحي هذا راح يتحمل الهشي هذا لهالتكلفة لهال عدد السكان اللي اليوم محافظة الحسكة عم تعاني من عدد السكان. مدينة الحسكة تضم نازحين من مختلف المحافظات السورية، الأمر الذي زاد من الحاجة للسكن وهو ما فتح شهية المستثمرين بشراها. مخالفات البناء تكررت وتعاظمت في معظم أرجاء المدينة بحسب أحد سكانها، الأمر الذي انعكس سلبا على الحياة الطبيعية والصحية للمواطنين. وانا لاحظ مثلا انه مثلا واحد يعني نقول ختياره مثلا، الختياره متعوده انها تقعد على الشمس، يجيها الشمس على بيتها، اليوم ما يجيها الشمس، تتفاجئ تلاقيها قاعده بالشارع، الرصيف تشوف الشمس، تتعرض لاشعه الشمس، انه البنايات هي حجبت عنا الشمس، حجبت عنا الهواء والتهويه، صار حراره عاليه يعني ما بي هواء انه التنفس، هيك يعني سوى اكتظاظ من البيئه، حتى على البيئه اثر يعني. طيب البنية التحتية اللي موجودة بالمحافظة كانت تستوعب مثل ما تقول مقيوسة على مستوى هالبيت هذا، فأنت جبت 8 بيوت بمكان البيت الواحد، فأنت لازم تطور البنية التحتية للبلد. غياب الرقابة من البلديات وانتشار الفساد في تعاملات البناء والتغاضي عن المخالفات والتجاوزات خلق بيئة من فقدان الأمل لدى السكان بتنظيم الحياة في المدينة بحسب مراسل حلب اليوم، لتبقى مدينة الحسكة ترزح في فوضى الإسكان الغير صحي والإخلال ببنيتها التحتية. أقامت كلية العلوم الإسلامية في مدينة عزاز التابعة لجامعة غازي عنتاب التركية الدورة التأسيسية الأولى لتحقيق النصوص والمخطوطات، وذلك بالتعاون مع وقف الديانة التركية. سيحققها أو يتتبعها أو كذا من أي؟ في خطوة لإحياء التراث العلمي وخدمة النصوص التاريخية عقدت في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي الدورة التأسيسية الأولى لتحقيق النصوص والمخطوطات العلمية. الدورة التي أقامتها كلية العلوم الإسلامية في عزاز التابعة لجامعة غازي عنتاب التركية بالتعاون مع وقف الديانة التركي، حيث اعتمدت الدورة المستوى المتوسط من الدورات التأسيسية وهو نموذج بين الموسع والمختصر، وتم تقديمها خلال 8 أيام. تم توزيعها مناصفة بين القسمين النظري والتطبيقي بواقع 12 محاضرة لكل منهما. المحاضرون في الدورة كانوا من المختصين في مجال تحقيق النصوص والمخطوطات، أبرزهم الدكتور محمود مصري منسق برامج تحقيق النصوص في مركز البحوث الإسلامية إسام، والأستاذ الدكتور فيصل الحفيان مدير معهد المخطوطات العربية في القاهرة، والدكتور محمد ديب العباس عضو هيئة التدريس في جامعة طرابلس اللبنانية. أما المشاركون المستفيدون من الدورة فبلغ عددهم 30 شخصا، بينهم أكاديميون وطلاب دراسات عليا في عدد من الجامعات والأكاديميات العلمية في الشمال السوري، وباحثون مهتمون بعلم المخطوطات.
المنسق الإداري للدورة عمار طاووس صرح لحلب اليوم بأن هذه الدورة مؤسسة لما سيليها من دورات تحقيق النصوص والمخطوطات، حيث ستعالج الدورات المتقدمة قضايا جزئية وعميقة في التخصص ذاته، إضافة إلى دورات أخرى في خطوط المخطوطات العربية وفهرستها وتحرير ودراسة النص التراثي إلى جانب المصادر والمراجع. جهود حثيثة تبذلها العديد من المؤسسات الأكاديمية للنهوض بالواقع العلمي والعملي في المناطق المحررة شمال سوريا من خلال تأهيل كوادر تعليمية وافتتاح مدارس وجامعات لتعويض الطلاب شيئا مما فاتهم خلال السنوات الماضية. إلا ذو حظ عظيم. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. إلى اللقاء.